صح عام، صباح الخير عليك، صباح الخير، نهارك سعيد. صباح الخير نور أجمعين عيني. على الجميع إن شاء الله، وصحة عامة على إن شاء الجميع الله إن يا شاء رب الله. الصحة دائما ندعيها لكل مشاهدينا في كل زمان ومكان. وأيضا أحب أن أنوه أن الاتصالات راح تكون أيضا مفتوحة للاستفسار، أو إذا حابين توجهون أي سؤال للدكتور أكيد راح يجاوبكم عن كل أسئلتكم واستفساراتكم بما يخص موضوع حلقتنا لهذا اليوم. دكتور، كيف يصاب الطفل بالفيروس؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا فيروس شلل الأطفال ومرض شلل الأطفال هو من الأمراض اللي ينتقل عن طريق الجهاز الهضمي، وينتقل عن طريق الماء الملوث والطعام الملوث. بالفيروس اللي دائما يجي عن طريق المجاري فهو يسموه فيكا أورال. هذا الفيروس حقيقة متوطن في جميع دول العالم فترة طويلة جدا، وكان يصيب أعداد كبيرة من الأطفال، ويسبب بنسبة كبيرة إلى حالات شلل الأطفال، ما يسمى شلل الأطفال. يعني الحالات اللي يسببها كشلل الأطفال أعدادها إذا تقارنها ويا الأمراض الأخرى كلها الباقية هي أعداد كبيرة، لكنه كمرض شلل الأطفال حقيقة تكون الأعداد قليلة. يعني ممكن أنه مرض شلل الأطفال يصيب 200 طفل، واحد أو اثنين ممكن أنه يصير بشلل الأطفال. الخطورة هنا، الخطورة أنه هذا المرض شديد العدوى، يعني الحالة الواحدة ممكن أنه يعدي 200 طفل، وانتشاره يكون ما بين الأطفال كبير جدا، رغم بأنه هو الحالات الشلل اللي يسويها قلنا واحد أو اثنين من مجموع 200، لكنه أعداد كبيرة من الأطفال يصيب، ولذلك راح يكون العدد مرتفع أيضا. أنا استغربت، يعني أول مرة أسمع أنه شلل الأطفال هو مرض معدي، يعني نعم. ما كانت عندي بصراحة هذه المعلومة. نعم. لذلك أريد أسألك دكتور، يعني ما الذي يحدث عند الطفل عندما يصاب بهذا المرض؟ نعم. أو بالشلل، يعني شو يصير؟ عندما يتعرض الطفل إلى الفيروس نسبة كبيرة من الأطفال، وإذا كان هو غير ممنع ما ماخذ لقاحات، لأنه مثل ما قلت حضرتك بالتقييم أنه هو لقاح، بس اللقاح موجود لا يوجد علاج إلى مرض شلل الأطفال، ولذلك عندما يتعرض إلى راح يكون هناك احتمالات كبيرة أنه أما يمر مرور الكرام كأي التهاب بالجهاز الهضمي ويطلع من عنده، يا إما يصير بي تظهر عليه علامات الشلل. للأسف هاي علامات الشلل تبقى دائمية وتسبب العواق الدائم. يعني عندما يكون الفيروس موجود خلاص مباشرة هاي الاحتمالات، هاي الاحتمالات الواضحة، يا إما هو يطلع من عنده بنسبة كبيرة توصل إلى 90-95% حسب المناعة، حسب المناعة. إذا كان هو ملقح ضمن الحملات وضمن الجلسات الروتينية في المراكز الصحية، ما راح يصير عنده مرض شلل، ما راح يصير عنده أي تطور للمرض، وينتهي المرض. إذا ما ملقح فممكن يكون إنه أولاً الاحتمال الأول إنه هو تظهر عليه علامات عادية كأي مرض آخر، من ضمنها الإسهال وحمى وما إلى ذلك، ويطلع، أو تظهر عنده علامات شلل الأطفال. للأسف لما يصير عنده علامات شلل الأطفال غير قابلة للشفاء، ولذلك راح يكون طفل معوق مدى الحياة، وهنا يعني مكمن الخطورة. وممكن أنه 10% من ذول اللي تطلع عليهم علامات شلل الأطفال ممكن يتعرضون إلى الوفاة. ليش؟ لأنه هو حقيقة ويبدي بالجهاز الهضمي لكنه يضرب الجهاز العصبي، ولذلك يصير الشلل بعد ما يضرب الأعصاب المحيطة اللي تجهز الأطراف السفلى أو الأطراف العليا، وممكن أنه يضرب الأعصاب اللي تجهز العضلات اللي مسؤولة على التنفس، وممكن أنه يسوي أنه خذلان الجهاز التنفسي ووفاة الطفل لا سامح الله. طيب كم تستمر هذه الفترة؟ يعني عندما يصاب الطفل بالفيروس شقد ممكن أنه يكون عنده وقت قبل أن يصاب بمرض الشلل نفسه؟ هو إذا بدأت عنده المشكلة حقيقة أنت ما تقدر توقفها بعد، لأنه يعني أي علاج ماكو قبل الشلل، أي طبعا ما تقدر توقفها خلص. ولذلك إحنا نركز على اللقاح. منظمة الصحة العالمية حقيقة عندها استراتيجية عالمية لاستئصال مرض شلل الأطفال حال المرض الجدري اللي تم استئصاله من العالم كله. مرض يصيب أعداد كبيرة من الأطفال، يسوي عوق، والعوق دائم، وممكن أنه يصير عدد تراكمي بالعالم كله، تخيل.
فلذلك عندها استراتيجية لاستئصال مرض شلل الأطفال من العراق، من العالم كله طبعا. هذه الاستراتيجية وصلت إلى حد كبير في الأمريكيتين عام 1994، الآن هي خالية من شلل الأطفال. في الدول المحيط الهادي أيضا خالية من شلل الأطفال، في أوروبا عام 2002 خالية من شلل الأطفال، في الهند تخيل في الهند عام 2011 خالية من شلل الأطفال، وفي جنوب شرق آسيا خالية من شلل الأطفال عام 2014. العراق أعتقد أيضا في فترة من الفترات أصبح تقريبا شبه خالي من مرض الشلل. إيه بس ما وصل إلى حد ضمن الاستراتيجية أنه ينتهي، لأن طلعت ظهرت عندنا حالات حقيقة. هم يتعاملون مع دول كإقليم، يعني مو بس العراق، كدول إقليمية. على هذا الأساس حقيقة بقت تقريبا هذا 80% من دول العالم الآن هي خالية من مرض شلل الأطفال. بقت 20% اللي للأسف من ضمنها العراق. العراق الآن وصل إلى مراحل متطورة جدا لاستئصال مرض شلل الأطفال من العراق بسبب اللقاحات الدورية اللي بسبب اللقاحات مراكز على حتى المنازل. لكنه للأسف احنا الدول المحيطة بنا تتعرض إلى ظروف صعبة اقتصادية وأمنية مثل سوريا، ولذلك احنا يجب انه نكون مستمرين بإجراءاتنا لحماية بلدنا وحماية أطفالنا. إذا طلعت لنا حالة إحنا في مرض شلل الأطفال، حالة واحدة طبعاً، يراد لها 10 سنوات حتى أنت تتخذ إجراءات هاي، حتى تقول تحلف تقول إنه العراق خالي من مرض شلل الأطفال. طبعاً اللقاح شلل الأطفال تحت إشراف منظمة الصحة العالمية بشكل مباشر. اللقاح هو فموي وزرقي. اللقاح الفموي يتضمن لقاح ضد 3 أنواع من شلل الأطفال اللي هو الثلاثي يسمونه، اللي هو فيروس شلل الأطفال البري، نمط 1، نمط 2، نمط 3. نمط 3 انتهى حقيقة من العالم 1999، والنمط الثاني حقيقة قل بشكل كبير جدا، بقى نمط 1 اللي هسه موجود. الآن اللي موجود هو الثنائي، يعني اللي موجود احنا نلقحهم به الأطفال، يصاحب أيضا بالجلسات الروتينية الزرقي اللي هو فيروس مقتول. طيب خلينا نشوف دكتور، بعد إذنك سيف من بغداد معنا. سيف من بغداد صباح الخير يا سيف. صباح النور، أهلا وسهلا أستاذ عمر. كل الهلا بيك، تحياتي لك يا غالي، نورك. الله يسلمك، رحم الله بك. بس عندي استفسار يعني بسيط، من أحييك يعني أول مرة العفو، أحيي ضيفك الكريم. تحياتنا لك، تفضل. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام، تفضل أخوي. دكتور العفو، يعني اللقاح مع شلل الأطفال يعني هو اللي يطرق الجوالة اللي تستر بالشوارع اللقاح ينها أم بالمستوصف اللي جدول مثل ما متعارف عليه؟ يعني أنا يعني عندي بنتي أقل سنة ونص تقريبا، فما أعرف نعتمد على المستوصف أم الفرق الجوالة. نعم هسه راح أجاوبك بشكل مباشر على هذا الموضوع. حقيقة هذه نعم، إحنا لأهمية مرض شلل الأطفال ولاستئصاله من كدولة ضمن المنظومة العالمية، اتخذت منظمة الصحة العالمية إجراءات احترازية وإجراءات متطورة جدا من أجل استئصاله. فبالإضافة إلى الجلسات الروتينية اللي موجودة المراكز الصحية اللي يتناول الطفل بها حسب المواعيد اللقاح شلل الأطفال، إضافة إليها هناك حملات روتينية هي ربيعية وخريفية. هاي الحملات احنا نقوم بها بغض النظر عن الموقف التلقيحي للطفل في المراكز الصحية، يعني اي طفل مشمول بها دون الخامسة. اي طفل حتى لو كان ملقح وصار 3 ايام احنا نلقح. ليش؟ لانه هذا اللقاح لقاح من رصين، لقاح معد من قبل منظمة الصحة العالمية لزيادة مناعة الطفل ولزيادة مناعة الرقعة المجتمعية كاملة ضمن البلد. نعم. الواحد. نعم. ولذلك هو احنا نلقح اطفالنا بالجلسات الروتينية ونلقح اطفالنا ايضا بالحملات ونتعاون مع الفرق التلقيحية. نعم. نتمنى ان استفدت من الاجابة. معنا عباس من ديقار، صباح الخير يا عباس. الو عباس لا تسمعني. وعليكم السلام، شلونك استاذ عمر؟ يا مرحبا، كل هلا بيك. شلونك زين؟ يا مرحبا، تفضل اذا حاب. سمعك. عباس مو ويانا؟ من ذي قار. كل الهلا بيك واهلنا بذي قار. تفضل دكتور وياك. تفضل. من ذي قار. نعم تفضل. تفضل. عايز اسال دكتور. تفضل عين. دكتور شلونك؟
الشفاء من مرض الجحة والنشلة. نعم. شفاء من مرض النشلة. نعم نعم. احنا طبعا موضوعنا اليوم على شلل الاطفال، بس التهابات الجهاز التنفسي هسه شتاء وكلها التهابات فيروسيه، واحد شويه يتمنع عنها الحفاظ على درجه الحراره، التغذيه الجيده، ولقاح الانفلونزا موجود ايضا نقدر نلقح اطفالنا به وننهي الموضوع، ما عندنا مشاكل بموضوع الجهاز التنفسي. نعم نعم. شكرا لك يا عباس. ام سلاف من ذي قار، صباح الخير يا ام سلاف. قطع الاتصال مع ام سلاف. طيب دكتور، سؤال أيضا في بال الأهمية، تعرف بالآونة الأخيرة تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا بعض الوسائل الإعلامية موضوع اللقاحات الجوالة، أنه هنالك بعض اللقاحات الفاسدة. ما مدى صحة هذا الخبر أو هذا الحديث عن هكذا موضوع خطر؟ طبعا طبعا هاي طبعا هذا شيء مضحك حقيقة. هذا لقاح شلل الأطفال، إحنا مثل ما قلت لك إحنا ضمن منظومة عالمية، منظمة الصحة العالمية هي المشرفة على إنتاج لقاح شلل الأطفال، مو إحنا. هاي للعلم، هاي القنينة الصغيرة اللي موجودة، هاي القنينة الصغيرة اللي بيها 20 جرعة، هاي بيها لوحة ذاتية التشيك، هي تشيك نفسها بنفسها، هي تقول لك هذا اللقاح فاسد ولا مفاسد. ورقة صغيرة هيك تقنية عالية جدا، بحيث اللقاح إذا تعرض إلى درجة حرارة مرتفعة لمدة ساعة أو ساعتين راح يغير اللون، وراح تأشر إنه هذا اللقاح قلت فعاليته، لأنه ستيج 1 ستيج 2 ستيج 3، فكل قنينة هي تقرأ نفسها. أما الإنتاج مالته فهو تحت إشراف منظمة الصحة العالمية. يعني إحنا حقيقة إحنا في العراق الآن الأجواء اللي نعيشها بالعراق وعدم الثقة وقلة الثقة ما بين الدولة وما بين المواطن خلت الأمور تتلابس إلا بهاي الشغلة. يعني هاي منظمة هاي ما بها مجال، هاي منظمة صحة عالمية ومكتبها موجود هنا، وهي اللي تجهز اللقاح بإشرافها، وهي اللي تقوم بالحملات، بل هي اللي تدعمها بالمناسبة. أقول لكم إياها، نعم هي اللي تدعمها دكتور، لكن خلينا نحكي بصراحة، المواطن قد يكون أو ينتابع بعض الشكوك. نعم. بما يخص الفرق الجوال اللي نشوفها يجون مثلا شخصين أو ثلاث أشخاص، يعني ممكن أي شخص يلبس هاي الصدرية ويحط لباج هنا على القف حبل، وممكن يقوم يعني ممكن انه سياره اسعاف رسميه تكون موجوده او نعم. تتجول وياهم سياره شرطه او نجده تكون مرافقتهم حتى شويه. نعم. يكون نوع من حاله الاطمئنان عند العائله حتى يسلمهم اطفالهم. استاذ عمر حبيبي، احنا هاي الحملات تسبقها حمله اعلاميه كبيره والكل تعرف بها، حمله اعلاميه وحمله تشمل حمله اعلاميه وتشمل وياها تعزيز صحه، وفرق تعزيز صحه تتحرك مع الفرق وفليكسات تنتشر، إضافة إلى حملة مبكرة في المراكز الصحية وتوعية المراجعين، وبالتنسيق مع جهات المجتمع المحلي مع مجالس البلديات ومجالس الكل تعرف، يعني الكل يعرفون أنه أكو حملة موجودة. إذن هناك تبليغ مسبق عن هذا الموضوع. إذن خلينا نشوف أبو صبا ونشوف أيضا رأيه بهذا الموضوع. صباح الخير عليك. صباح الخير. تحياتنا لك، نورتنا عيوني. تحياتنا لك أخوي العزيز. ممكن نحكي ويا دكتور؟ تفضل دكتور وياك. صباح الخير عليك دكتور. عيني صباح الخير ابو صبا الورده حبيبي. الله يخليك. عيني. الله يبارك فيك. يعني بس اسال على المصر او اللقاح، هل في استطبابات او يعني اثر على الاطفال؟ يعني انا عندي طفل قبل فتره يعني لقحته ضد مرض الجلوي. اللي هو حقنه مو يعني مو عن طريق الفم. مرض شنو؟ مرض جدري. ماكو. هل هذا يؤثر؟ يقولون اكو بيه فد ماده بقيه او فد شيء اثرت على الدماغ، يقولون هاي من الاسباب اللي تاثر عليها وهذا اللقاح اللي عن طريق الحقنه. مرض جدري ماكو لقاح مرض جدري ماكو. لا عن طريق الحقنه اللي تصير بالكتف. ها البي سي جي قصدك؟ اي البي سي جي. البي سي جي. اي نعم. هذا ضد السل التدرن أخوي. نعم. العزيز، بالنسبة إلى جميع اللقاحات، جميع اللقاحات اللي موجودة هي ذات جودة ومناشة عالمية رصينة وبإشراف منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى وزارة الصحة إلها قسم متخصص بهذا الموضوع يشرف عليه، وفي كل مؤسسات الدولة، صحة الكار، صحة الرصافة، توصل إلى حد القطاعات. الشغلة اللي يصير باللقاحات هو مو المشكلة باللقاح، المشكلة بالطفل. طبعا تعرف دي تلقح جميع الأطفال، جميع الأطفال تلقحهم، فالأطفال
مناعتهم وضعيتهم تفترق واحد عن الاخر، فممكن انه تطلع عنده انواع من الحساسيه البسيطه حسب نوعيه الطفل، لكنه هذه لا يعني ما تساوي شيء امام الخطوره اللي يتعرض لها الطفل اذا ما لقحناه ضد مثلا على لا سامح الله مرض البي سي جي اللي هو تتكاتل عليه العالم. انت شفت اكو مرات في 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 جت السي من السنوات شحه كبيره بحيث صار عليه انه يعني شحه والعالم اغلبيتها تبحث عليه وممكن تشتريه باي ثمن كان، هو تعرف هو مجانا. فاذا ظهرت على الطفل حالات هذه الحساسيه او التحسس البسيط فهذا شيء عادي متوقع ما يسوي شيء اطلاقا، واي لقاح اذا يريد يسوي حساسيه بسيطه اكثر من هذا ما يسوي. بتمنى انه استفادت وشكرا لك وشكرا ايضا لاتصالك ويانا ابو محمد. صباح الخير يا ابو محمد. ام محمد صباح الخير يا ام محمد. ام محمد الو. نعم مرحبا. يا مرحبا كل هلا بيش ام محمد تفضلي. بس سؤال للدكتور. تفضلي دكتور معك. تفضلي اختي. بلا زحمة يعني موجود حاليا هسه يعني اللقاح بالمراكز الصحية هذا اللقاح؟ طبعا اللقاح متوفر في جميع ايام الاسبوع في جميع المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، وانا اتكلمك عن صحة بغداد الكرخ. احنا حتى يوم السبت كل الايام الاسبوع موجودة جميع اللقاحات اللقاحات عدا البي سي جي. مرات احنا نرشد بالاستهلاك مالته او باستخدامه لمده مرتين بالاسبوع نفتحها حتى ما تقل حالات الهدر، تعرفين لانه كل جرعه بيها اعداد 20 جرعه، فحتى تقل حالات الهدر احنا ممكن نجمع الاطفال حتى نلقحهم لاهميه اللقاح. لكنه كل اللقاحات موجوده في كل المراكز الصحيه، ممكن انه الطفل يتناولها حسب الجدول الروتيني اللي هو اول بالبدايه ورا شهرين 4 اشهر 6 اشهر 9 اشهر سنه و3 اشهر سنه ونص، والمنشطات ممكن تتوجه لاقرب مركز موجود اي مركز صحي تروحين انت. طبعا بالمناسبه حتى مو المركز الصحي اللي احنا نفضل انه المركز الصحي اللي انت موجوده به اللي موجود فايل الطفل به، بس اكو توجيهات حقيقه لاهميه اللقاحات انه ممكن انه الزائر باي مركز صحي ممكن يلقح، بس يفضل انه بالمركز الصحي اللي هو مسجل الطفل به حتى تتوثق له وحتى تكون عنده وثيقه صحيه دائميه. شكرا لاتصالك ونتمنى ان استفادتي. معنا شهلاء من بابل. صباح الخير عليك يا شهلاء. صباح النور يا مرحبا تفضلي شهلاء. ممكن أخذ الدكتور ده؟ نعم الدكتور معاك تفضلي وجهي سؤالك. تفضلي. تفضلي يا أختي. تفضلي. المطفل نعم. الأطفال نعم. 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 أختي العزيزة. شو سوي راح تطفل؟ نعم. أختي العزيزة بالنسبة للأطفال مثل ما هو معروف في فصل الشتاء يتعرضون لالتهابات الجهاز التنفسي، وفي جميع المراكز الصحية هناك اهتمام خاص بالتهابات الجهاز التنفسي للأطفال، فأكو أطباء مشرفين وممكن تراجعين أقرب مركز صحي يقيمون حالة السعال اللي عنده إذا كانت تحتاج لها علاج أو ما يحتاج لها علاج. فأني أفضل الطفل تراجعين به الى اقرب مركز صحي، هو قريب جدا انا متاكد قريب من عندك المركز الصحي وراح تتلقى العلاج مالته المطلوب ان شاء الله. وانا اذا طمئنك ايضا اقول لك انه دائما التهابات جهاز تنفسي 70 80% من عندها حالات فيروسيه بسيطه والطيف يعني تشفى من تلقاء نفسه، بس احسن شيء تروحين المركز الصحي. نعم. طيب شكرا لك. دكتور طيب حدثنا ما بعد متلازمة شلل الأطفال. نعم أنا أريد أؤكد على نقطة مهمة جدا حقيقة بالنسبة إلى أهمية اللقاح باستئصال شلل الأطفال، يعني فد إنجاز بطولي أنا أعتبره. لولا لقاح شلل الأطفال لكان الآن في العالم 15 مليون معوق، هاي إحصائية دقيقة. لولا لقاح شلل الأطفال اللي أكو قسم يتمنى يمنعون من عده حقيقة جهلا بأهميته أكيد يعني، وأنا أتمنى أنه يتثقفون على هذا، 15 مليون معوق يعني بعدال دول الخليج. إذن يعني اللقاح مهم جدا مهم جدا، ولولا
لقاح شلل الأطفال لكان 1,500,000 طفل توفوا بمرض شلل الأطفال. إذن شلل الأطفال من اللقاحات المهمة الحيوية، وشلل الأطفال من الأمراض الخطرة اللي يجب أنه أي مرض يعوق يسوي جهد كبير أو مضاعفات كبيرة، ليس فقط على العائلة وإنما على الدولة أيضا، لأنه هو كم معوق يجب أنه ترعاه وتقدم له رعاية. طيب معنا ميثاق من بابل، يسعد صباحك يا ميثاق. ميثاق. ألو عمور، الله يسعدك. كل الهلا بيك أخ ميثاق، نورك. شلون عمور؟ تحياتي لك يا غالي، كل الهلا. عمور احنا طالعينك، بس ليش ما تجي على المنبر؟ والله إن شاء الله بالقادم من برامجنا راح نزور كل المحافظات العراقية، هاي توجيهات أيضا إدارة القناة يعني. ايوه طالعينك على قناة الرشيد، بس بدك تجي على الانبار. من عيوني ان شاء الله، وشكرا لاتصالك ونورتنا وسعيدين بسماع صوتك. طيب دكتور، زيارة الطبيب هي من اهم عوامل النجاة من الاصابة بالشلل، واحنا تحدثنا اكثر من مرة بما يخص هذا الموضوع، برأيك متى يجب مراجعة الطبيب حتى يكون علم عند المشاهد الكريم او المتابع؟ أنا أريد أكد أنه أولاً العراق خالي من مرض شلل الأطفال في الوقت الحاضر، ولا توجد حالات شلل الأطفال إطلاقاً. وكإجراءات احترازية إحنا عندنا إضافة إلى اللقاح لاستئصال المرض التحري عن حالات شلل الأطفال، يعني أي حالة مشتبه بها، أنه ممكن تكون شلل الأطفال، أكو إجراءات يسمون الرصد الوبائي، هذا الطفل نأخذ من عنده عينات حتى نتأكد، وطبعا عشرات الاطفال احنا نشك بهم وناخذ منهم عينات ويطلعون خالي ما بهم شلل الاطفال، بس احنا للتاكد ولضمان استمراريه انه البلد او العراق خالي من مرض شلل الاطفال. بالنسبه للاطفال حقيقه هناك احنا عندنا زيارات روتينيه للاطفال اللي هي موجوده، قلت لك زياره الاولى للطفل وبالشهر الثاني وبالشهر الرابع والسادس والتاسع، هاي اول سنه تقريبا حوالي تصير تقريبا حوالي 4 زيارات اساسيه، وبعدين بالسنه الثانيه عنده زيارتين اساسيه، هاي تشيك بها الحاله التغذويه مالته، وتشيك بها ياخذ اللقاحات اللي يحتاجها. بالنسبه للمرض انا اتمنى كل طفل اي وعكه صحيه المفروض يراجع اقرب مركز صحي للاسباب التاليه. الطفل لما يتعرض الى وعكه صحيه هو مو بس مجرد وقت وعده، هذا الوقت مهم جدا في نمو الطفل، ولذلك اي وعكه صحيه بسيطه تعيق نمو الطفل والتغذيه مالته بالبدايه، وبعدين تعيق النمو مالته، ولذلك يحتاج له سرعه بعوده الطفل الى الحاله التغذويه مالته الطبيعيه، وحتى ينمو بشكل طبيعي. احنا الان بالعراق حقيقه عندنا مشاكل بالاطفال، عندنا مشاكل هدن يعني تغذويه، يعني مشاكل غامقه يعني ما واضحه، اللي هي مثلا تقزم عندنا مشكله، عندنا فقر الدم مشكله، ولذلك انا افضل انه الطفل اي وعكه صحيه ممكن انه يزور، اضافه الى 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 الزيارات الروتينيه يزور المراكز الصحيه، لانه المراكز الصحيه ايضا عندنا برنامج خاص لمتابعه الاطفال دون 5 سنوات اللي هو برنامج الاي ام سي اتش يسمونه انتجريتد مانجمنت نيوتال تشايلد إلنس، هذا البرنامج راقي جدا، و ياخذ الطفل يشيك على الامراض الرئيسيه ويشيك الحاله التغذويه مالته والتطور النمو مالته بشكل دقيق. اذا احنا الطفل بالذات الوقت مهم جدا في علاج الحالات مالته. الامراض اللي تصيب الاطفال حقيقه اذا كانت اسهال والتهاب التنفسي اغلبيتها هي فيروسيه، ولذلك احنا بس مجرد انه نتاكد من التهاب فيروسي احنا ذاك الوقت تكون مضاعفات ممكن انه تبين او تنوه لاولياء الامور عن نوعيه المرض، ممكن انه هذا يسبب بعدين مرض الاطفال. كيف ممكن انه الاب او الام تميز ما بين انه هو مرض عابر انفلونزا التهاب فيروسي بسيط، او هو مرض خطير ممكن انه يسبب ايضا شلل الاطفال الابن او الطفل؟ عاشت ايدك على السؤال هذا، راح اقول لك مو عمر، راح اسوي لك عموري على هذا السؤال. الله يرضى يخليك. اولا الطفل يمتنع عن الغذاء. شوف الطفل الغذاء مالته يمتنع عنه، هاي علامة خطرة. الطفل يتقيع كل شيء، شو تخليه يتقيع؟ هذا علامة خطرة. الطفل تصير عنده شمرة ينشمر.
الطفل أدى يعني أما هو مشمور أو أدى هيستري يعني أدى تاريخ أنه انشمر. تقول لك أمك يعني الأم تقول أنه هو صار عنده حركات مو طبيعية أو يجي للطبيب هو مشمور، إذن هاي علامة خطرة. أو فاقد الوعي، هاي العلامات الخمسة هذه خطرة جدا، يجب أنه إحنا نراجع بها فورا المركز الصحي أو أي مؤسسة حكومية. من العلامات الخطرة اللي تخص مثلا طفل مصاب بالجهاز التنفسي يعني التهابات جهاز تنفسي، من العلامات الخطرة اللي يجب أنه نودي الطفل هذا هو تسارع التنفس. لما الطفل تنفس ماله شو يصير بيه سريع أو صعوبة بالتنفس أو صعوبة بالتنفس. بالنسبة للإسهال لما الطفل يتعرض إلى علامات جفاف قوية أو يصير دم في البراز مالته أو تكون الحمى مالته تزيد بشكل كبير يعني الحرارة تزيد أو دينتكس الطفل ما يتحسن لفترة تزيد عن يومين. إذا طفل يومين مريض وما دا يتحسن ودا تنتكس حالته يجب أنه أيضا نراجع بالمركز الصحي ده حتى نشيكه ونطي العلاج اللازم. طبعا هاي علامات أنا أشوفها كلش مهمة لأنه هي علامات حقيقة تدل على أنه الاليرم الجهاز يعني جرس الانذار حتى الاهل يتخذون اجراءات. نعم السلام. طيب دكتور، هنالك بعض الاطفال ممكن يكون عندهم رد تحسسي فوري بسبب اللقاحات اللي ممكن انه ياخذوها، لذلك ايضا تكون رده فعل عند الاهالي باعطاء الطفل بعض اللقاحات، فممكن انه يمتنعون عن اعطاء اللقاحات خوفا من انه تضعف هاي الامور ويكون عنده تحسس من هذا اللقاح او غيره. أنا أكد لك أستاذ عمر حبيبي أنه يعني الأمهات يعرفون الآن أغلبيتهم يعرفون أن هذا اللقاح إذا الطفل أخذ اللقاح وصارت عدة حرارة هذا ما معناه اللقاح ناجح، لأنه ما معناه الجهاز المناعي ده يشتغل بشكل صحيح وده يتفاعل مع اللقاح بشكل صحيح. هذا خاصة مع السداسي، اللقاح السداسي اللي هو بيد ست لقاحات مجتمعة بجرعة واحدة وينطيب الشهر الثاني والشهر الرابع والشهر السادس وينطيب جرعة أخرى منشطة. حقيقة هذا إذا كانت حمى خلال 24 ساعة فهذه علامة على أنه اللقاح ناجح. راح نتحدث عن علامات اللقاح الناجح وإذا كان غير ناجح، لكن دكتور على عجالة خليك ويانا. خلينا ننتقل مشاهدينا إلى الزميل أحمد أركابي اللي المفروض اليوم يكون متواجد في منطقة القرمة في قضاء الفلوجة، لكن هو حاليا متواجد الكبير يجب على القوات الأمنية كسبها حقيقة، لأنه القوات الأمنية بحدها ما تقدر تسوي شيء إلا بتعاون القنوات الفضائية بتعاون المواطنين معها خاصة بقضايا الداخل. شكرا لك دكتور. طيب دكتور خلينا نرجع لموضوع حلقتنا. وأيضا وصلنا إلى سؤال طبعا في بالغ الأهمية، ممكن أنه أيضا للبالغين بالعمر ممكن أنه أيضا يصابون بمرض شلل الأطفال، وهل إذا أصيب البالغ بهذا المرض ممكن هنالك يعني بعض العلاجات اللي ممكن يستخدمها؟ ممكن يعني، لكنه دون إحنا دائما نستهدف دون 15 سنة. دون 15 سنة. يعني ممكن شلل الأطفال يحصل في حالات متأخرة من العمر. يعني بالضبط ممكن دون 15 سنة، لذلك إحنا نلقح دون 15 سنة. ممكن أو احتمال، بس الاحتمال يضعف كل ما يكبر تقدم الطفل بالعمر. يعني الفئة ذات الاختطار العالي هي دون 5 سنوات، وممكن أنه يصابون الباقين يعني بدرجة ضعيفة. ولذلك إحنا مثلا النازحين لما يتحركون من مكان لمكان نلقح دون 15 سنة، نلقحهم شلل الأطفال. طبعا بالمناسبة اللقاحات هناك برنامج كبير، برنامج التحصين الموسع API يسمونه Expanded Program of Immunization. البرنامج مو بس فقط يلقح وإنما كذلك يراقب الأضرار الجانبية ويسجل الأضرار الجانبية. أي ضرر جانبي مرات تعرف أستاذ عمر أنه أنت تلقح الأطفال كلهم فيصادف أنه الطفل بهذاك الفترة هو معرض إلى مرض معين يعني بس ما طالع عليه الأعراض. فإحنا اللي الأشياء اللي لها علاقة باللقاح نعرفها ومقبولة جدا، والأشياء اللي ما لها علاقة باللقاح طبعا أكيد إحنا نتحرى عليها وأيضا نبلغ العائلة أنه هذه ما لها علاقة باللقاح واللقاح. طيب دكتور حدثنا عن حملات التلقيح اللي تحصل في بغداد وباقي المحافظات العراقية أو عموم العراق، طيب ما هي توقيتاتها وكيف تحدث؟ طبعا
وانا هاي الحملات مثل ما قلنا هي حملات مدروسة وضمن استراتيجية موضوعة من قبل منظمة الصحة العالمية لاستئصال مرض شلل الأطفال، واللي وضعت لحد الآن من 2013-2018 بالنسبة للإقليم اللي بقى بحالات شلل الأطفال حملات هي جولتين ربيعية وخريفية، يلقحون نلقح الأطفال دون الخمس سنوات بغض النظر عن الموقف التلقيحي. وطبعا هذه الحملات تنفذ تحت إشراف يعني وزارة الصحة ودوائر الصحة صحة الكرخ، إضافة إلى منظمة الصحة العالمية، وتكون مرتبة ومعلن عنها مسبقا. والهدف من عدها حقيقة هذا هو زيادة تمنيع الطفل، يعني زيادة قوة المناعة مالته بغض النظر عن الموقف التلقيحي مالته، إضافة إلى تمنيع المجتمع كله من أجل الوصول إلى الهدف السامي اللي كل دول العالم الآن حقيقة هي تبحث عنه، هو استئصال مرض شلل الأطفال من العالم أجمع. يعني هذا الهدف الأساسي ويجب أنه نوصل له، يعني هذا هدف أساسي. هو هو ما نقدر نقول عليه أمر مشترك عالمي وليس عالمي دولي طبعا ما بين دولة وأخرى، يعني طبعًا موضوع مشترك مثل ما ذكرت قبل قليل أنه ممكن أيضا الدول المجاورة ممكن تأثر على البلد الجار بما يخص هذا المرض اللي هو دائما احنا نقول عليه هو مرض مؤدي. خلينا نشوف بتول من بابل. صباح الخير يا بتول. بتول وعيد من بابل. كل الهلابيت تفضلي يا بتول. يبيك الأكثر حبيبي الله يخليك. يا مرحبا تفضلي دكتور معاك. تفضلي يا بتول. أهلا وسهلا يما شلونك؟ هلا تفضلي. يا أم عندي طلب عندك، عندي طلب من الله ومنك. نعم. أنا عندي معين واحد. نعم. وعندي معين واحد ما عندي غير هو، أريد من الله ومن وزارة الداخلية أريد بالدفاع المدني، لأن ما لي معين، كل أولادي شهداء، ما عندي معين غير الله وهو. نعم. يوم بما أنه عندي الشهداء ممكن أنه تبقين تتواصلين مع غرفة الكنترول، وممكن أنه أيضا تبقين رقم الشباب حتى ممكن أنه يوصلون صوتك، أو ممكن أيضا يوصلون رقم تليفونك إلى وزارة الداخلية حتى ممكن إذا يقدرون يقدمون لك مساعدة ممكن تتواصلين معهم. وشكرا لك. طيب دكتور، نصيحة طبية أخيرة ممكن أنه تقدمها للمشاهد الكريم. حقيقة إحنا بالنسبة إلى رعاية الأطفال إحنا العراق إلى باع طويل في هذا المجال. من 1985 العراق يطبق برنامج الإكسبندد بروجرام أوف إيمونايزيشن، وعد هيكلة صحية بتقديم الرعاية الصحية الأولية إلى الأطفال والحوامل في جميع أنحاء العراق، حتى في أبعد قرى قرية، حتى في الأهوار. ولذلك إحنا أقول إحنا وصلنا إلى مراحل متطورة ومتقدمة، ضفنا لقاحات حتى في الدول المتطورة أكو بيها ما موجودة، إحنا ضفناها حتى نواكب التطور العالمي. ولذلك إحنا بدينا من اللقاح الثلاثي وصلنا إلى اللقاح السداسي الآن. التعاون المواطن بمراجعة المراكز الصحية لاستلام الرعاية الصحية الأولية للأطفال تأمن صحة الطفل وتأمن نمو الطفل بطريقة طبيعية وسليمة. والنمو هنا مالته مو فقط حقيقة عموري مو فقط جسدي وإنما حتى ذهني. الآن أكو أمراض ممكن أنه يأثر على تفكيره وعلى عقله وحتى على نسبة الذكاء، نسبة الذكاء. والآن الآن التوحد اللي شاع العالم، ولذلك إحنا يجب أنه تكون هناك رعاية صحية للأطفال، ما نخليه ما نحرمهم من الرعاية الصحية الأولية المراكز الصحية حتى يستلمون لقاحهم، حتى التغذية مالتهم نشرف عليها، وحتى نعالجهم إذا تمرضوا بشكل أسرع ما يأثر على النمو مالتهم. وأيضا اكتشاف الأمراض مبكرا، اكتشاف أي عاهة أي مرض مبكر، اكتشاف الأمراض بسرعة وبوقت مبكر ممكن أنه نحلها، حتى لو كانت هرمونية حتى لو كانت وراثية ممكن علاجها. ولذلك أنا أنصح حقيقة هذه النصيحة الأولى أنه مراجعة المراكز الصحية لحتى الطفل يحصل على الرعاية الصحية الأولية. النقطة الأخرى هي التعاون مع الفرق التلقيحية الجوالة وتلقيح أطفالهم
ضد الأمراض الخطرة. مرض شلل الأطفال خطر ويتذكروا العراقيين اللي عايشين بالسبعينات والثمانينات شلون. خمال المراكز تقول ما عندنا هذا اللقاح، تعالوا الأسبوع المقبل، يعني بعض اللقاحات ممكن إنه شوية تكون أكو لقاحات إكسسوارات إحنا نقول عليها يعني، بس اللقاحات الأساسية كلها موجودة، كلها موجودة، كلها موجودة حقيقة، بس أكو لقاحات نضيفها جديدة وهاي تمنع التهابات الجهاز التنفسي، تمنع التهابات الأذن الوسطى. أكو لقاحات هسه إذا الطفل يأخذها هاي المعوقات اللي مثلا التهاب الأذن الوسطى وشوف صعوبة السمع وتعرف كانت التهابات مزمنة توصل إلى أنه قيح يخرج من الأذن، هاي نعالجها. التهابات ذات الرئة اللي هي السبب الرئيسي للوفيات والأطفال دون 5 سنوات، الآن اللقاحات نحد من عدها ونعالجها. الإسهال اللي كان يقطف أرواح الكثيرين من الأطفال الآن علاج موجود، أكو علاج، أكو لقاح، وأكو زاوية خاصة، وأكو برنامج خاص يشرف على لقاح على علاج الأطفال المصابين بالإسهال. اللقاحات اللي موجودة ببعض العيادات أو خلينا نقول عند المضمبدين اللي يخص الوقاية من مرض الإنفلونزا عند الكبار، يعني الكبار بالعمر ممكن إنه يتناولون هاي الأبرة أو هذا اللقاح؟ ماكو لقاح خارج مؤسسات الحكومة إطلاقاً. هذول احنا نسميهم 56 ليش؟ مستحيل، لان ماكو. هذا يضرب لك ديكادرون، وهاي الديكادرون الابره الخبط اللي احنا تناولناها دكتور استاذ عمار تذكر العام تناولناها، هذه وباء عيب، عيب على مجتمع واصل الى عمق هالعمق هذا الحضاري والثقافه. احنا يجينا مضمد او يجينا واحد نصاب ينصب علينا بأبرة خبط وهالسوالف هذه. احنا الان وصلت الامور، وصلنا الى مرحله متطوره ان شاء الله، واني اقول انه اي لقاح خارج مؤسسات الحكوميه ممنوع ولا يستلموه، ولا بالمؤسسات الحكوميه فقط، فقط اللي هو تحت اشراف الدوله، وزاره الصحه بشكل مباشر، واشراف منظمه الصحه العالميه، ولا حتى بالصيدليات، ولا حتى بالصيدليات ممنوع. ممنوع. اي مصل لازم ينوخذ من المؤسسات الحكومية حصرا. هذا يراد سلسلة تبريد، يراد تحافظ على درجة حرارته من منشأة، من تحركه نقلة إلى وصوله إلى المواطن، وهذا لا يمكن أنه تتأمن عليها بأي مستشفى غير مؤسسات الحكومية. الدكتور عبد الستار حمادي اختصاص صحة عامة، نورتنا اليوم بحضورك، وشكرا للمعلومات اللي وافيتنا بها لهذا اليوم، ونتأكد المشاهد الكريم استفاد من عدها، وإن شاء الله نلتقيك بحلقات أخرى في برنامج يوم جديد. نورتنا مرة. الله يحفظك، نورك عمور الوردة المبدع دائما إن شاء الله، أتمنى لك النجاح حقيقة. الله يحفظك ويخليك. إذا مشاهدين